تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. بالعزم هيا استفدت من البرنامج شلون اتصرف بروحي، والعمل الجماعي ان بروحنا ما نقدر نسوي شيء، بس مع بعض نقدر نسوي اي شيء نبيه، وشلون نعيش في مكان بدون الكترونيات ونتصرف بروحنا ونساعد المحتاجين والفقراء. ان رمضان جرب ونحب نساعد يعني بعض، وما نخلي احد يعني زعلان من البرنامج، ولازم كل واحد يطلع من البرنامج وهو مستانس. هاي برنامج وايد فادني، برنامج نمو، وايد استفدت منه من كل أنحاء يعني. بس بغيت أشكر الأساتذة اللي ساعدونا في البرنامج. عن المبادئ لا نميل، بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل. افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر وانثر حروفك. طبعا يا جماعة البرنامج وايد حلو، استأنسنا وايد، يعني صراحة فرحة، وإن شاء الله الجاي أحلى. نسمو ونرقى فوق الثريا. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. السلام عليكم، أنا اسمي خليفة عبد الله الخليفة، واستفدت من برنامج دموع عن احترام الوطن وبر الوالدين وعمل التطوعي. فوق الثريا. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي. برنامج نمو علمنا وايد أشياء، وهاليوم وايد عجبني لأن حصلنا أجر كثير، و عطينا أشياء أكل حق الفقراء اللي ما يقدرون يشترونها. تعلمت من هالبرنامج أن ما نستسلم، ونكون يعني كل مرة نتحدى الأشياء وكل مرة نواجه الأشياء. واليوم الحمد لله لوجه الله تعالى عطينا الفقراء أغراض لرمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بيكون ختام برنامج نمو. ما شاء الله مرة هالبرنامج بسرعة، وايد استانست وايد استفدنا من الأشياء، وياليت لو بعد يكون موسم ثاني لهاي البرنامج، لأن أنا كان شيء ملهم بالنسبة لي، لأن أنا استفدت وايد أشياء غيرنا يعني غير في المدرسة. تعلمت شون يعني قوانين الحياة، وأن أتحمل مسؤولية وأكون أحسن في المستقبل. شكرا.